بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا واحنا بنكتبه كل يوم، اللي هو الـ MRI Imaging Acute Ischemic Stroke. خلال الدقايق اللي جاية ديت انا ان شاء الله هحاول ان اوصل لحضراتكم ايه هي الـ Different MRI Sequences اللي احنا بنهتم بيها في الـ Acute Ischemic Infarction، ازاي نـ Assess الـ Arteries Using MRI، الـ MR perfusion techniques and the penumbra assessment، وفي الآخر هيبقى فيه ملخص بسيط اللي احنا قلناه. الـ ischemic infarct زي ما حضراتكم عارفين هو according to the time بيقسموه لـ early hyper acute خلال أول 6 ساعات، late hyper acute من 6 ل 24، acute من 24 ساعة على الأسبوع، sub acute و chronic. اكتر حاجه بتهمنا وبتهم الكلينيشن هي المرحله بتاعه الهايبر اكيوت، وخاصه الايرلي هايبر اكيوت اللي هو من 0 ل 6، لان ده الويندو اللي ممكن يدي فيه التي بي اي لغايه 4 ساعات، وان ممكن كمان يدخلوا يعملوا اندو فاسكولار انترفنشنز في بعض المراكز لغايه 6 ساعات. طيب، هو الكلينيشن بيسأل على مجموعة أسئلة، والمفروض إحنا كراديولوجيست إن إحنا نجاوب على هذه الأسئلة. في حالات الأكيوت سكيميك إنفاركشن حضرتك بتجاوب على 4 أسئلة ريجاردنج اللي هم الفور بيز: البارينج في إنفاركشن ولا لأ، في إيرلي ساينز أوف إنفاركشن ولا لأ، البايبس اللي هي الأرترز إنترا وإكسترا كرينيال، أخبار البرفيوجن إيه، في بنمبرا ولا مفيش. ودي هي الأسئلة اللي هي حضرتك هتجاوب عليها وهنجاوب عليها خلال السلايدز اللي جاي. نمرة 1 اللي هي ايه هي الـ MRI sequences اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقول عندنا في infarction ولا لا. عندنا T2 flare، T1 diffusion weighted، الـ SWI، الـ MRA والـ MR perfusion sequences. النهارده هنختص اللي هو الـ Dynamic Susceptibility Contrast والـ Arterial Spin Labeling بالكلام، يعني في عجالة شديدة، بحيث نعرف يعني how practically we use these sequences. نمرة 1، الـ Parenchyma، الـ T2 والـ Flare. طبعا الـ Infarction بيبان في الـ T2 برايت، وفي الفلير بيبان هاي سيجنال. التي كيو بيقدر يشوف الانفاركشن 80% من الانفاركشنز قبل 24 ساعه، ولذلك ما هو سنسيتيف قوي. الفلير بيبقى من 30 ل 50% بوزيتيف في اول 4 ساعات، خلوا بالكم حضراتكم من الارقام اللي هنقولها، وبيبقى بوزيتيف بعد 7 ساعات. يعني انا ممكن اعمل فلير ما يبقاش بوزيتيف، ما اشوفش فيه سيجنال لغايه 4 ساعات والعيان عنده ايه انفاركشن، يبقى وبعد كده من 4 ساعات ل 7 ساعات بيبقى 50% يبان، وبعد 7 ساعات ال 100% هيبان فيهم سيجنال. والتي 2 يعني مش هيبقى ذات سنسيتيف، او هيمشي بارلل او اقل شويه من الفلير زي ما قلنا لحضراتكم. التي 1 يعني ملوش استخدام قوي في الهايبر اكيوت انفاركشن، لانه بيبقى نورمال خلال اول 3 ل 6 ساعات، وممكن يعني الناس الاكسبرت قوي ان هو يديتكت سام سورت اوف جايرال سويلنج او هايبر انتنسيتي، او سوري هايبو انتنسيتي في التي 1 في خلال اول 12 ل 24 ساعه. الديفيوجن ويتد ايمجينج ده بقى اللي هم بيسموه الستروك sequence. ليه؟ لأن هو بيبقى positive خلال 30 دقيقة من الأونست، ويظل positive لحوالي أسبوعين. ولو عيان عنده stroke وأنا شفت parenchymal restricted diffusion، يبقى معناها إن أنا عندي this is the core of infarction، إن فعلا حصل في acute infarction. ده مثال لـ CT، طبعا very subtle changes موجودة في الـ right سوري في اللفت فرونتال لوب، لكن الديفيوجن ويتد ايمجينج ما بيكتبش. وانس ان انا شفت ريستريكتد ديفيوجن، ده معناه ان انا عندي اكيوت انفاركشن. من اهميه الديفيوجن ويتد ايمجينج برضو ان هو اما يبقى عندنا مالتيبل ليجنز زي دول صغيرين،
مين فيهم اللي اكيوت ومين فيهم اللي كرونيك. الديفيوجن ويتد ايمجينج هنا بيلعب دور مهم جدا، ان انا اقول والله ده اللي حصل فيه ريستريكتد ديفيوجن، الباقي ما حصلش، يبقى هو ده النيو انسلت اللي عند العيان. كمان هو فيري سنسيتيف، حتى ايفن التايني انفاركتس زي اللي حضراتكم بتشوفوها هنا ده كده في اللاترال ميدلري سيندروم، او في الناس اللي بيبقى عندهم ما يسمى بالانترنيوكلير اوفثالموبليجيا، ان انت ممكن تلاقي تايني انفاركت تشوفه كده، والديفيوجن صراحه بيبقى حساس جدا خاصه على الاجهزه اللي هي 1.5، حتى ايفن على الاوبن ماجنت اما بيكون معقول شويه الديفيوجن بتاع الانفاركشن بيبقى برايت وما بنختلفش عليه كتير. زي ما قلنا لحضراتكم هو بيبقى بوزيتيف في خلال 30 دقيقة، في حين ان الفلير بيبقى بوزيتيف في 30 ل 50% في خلال 4 ساعات. فهم استخدموا الفرق في التوقيت ده عشان حاجة مهمة جدا، ان احيانا واحد يصحى الصبح بعد نوم او whatever عنده ستروك، فما عادش فيه انك تعرف تاخد هيستوري تعرف هو احنا بقى ايه ابتدينا بقى لنا قد ايه. فهنا الكلينيشن بيبقى عنده الرغبه الشديده انه يقول لك هو ده الانفاركشن ده عمره قد ايه، عشان ادي تي بي اي ولا ما اديش. فعملوا حاجه لطيفه قوي، حاجه بيسموها ديفيوجن ويتد ايمجينج فلير ميس ماتش، وبيسموه التيشو كلوك. بمعنى ايه؟ ان حضرتك لو لقيت ريستريكتد ديفيوجن والفلير قصاده مفيش فيه برايت سيجنال، يبقى معناه ان احنا غالبا خلال اول 4 ساعات، يعني ما زلنا خلال اول 4 ساعات وده عيان ينفع ياخد التي بي اي. لكن لو لقينا الاثنين برايت يبقى ما عندناش ديفيوجن فلير ميس ماتش، وبالتالي ده عيان عدى ال4 ساعات. نفس الفكرة عملوها اللي هو استخدموا، انتوا عارفين حضراتكم الديفيوجن ويتد ايمجينج بيبقى فيه البي 0 اللي هي شبه تي 2 والبي 1000 اللي هي بتبقى شبه اللي هي بتاعت الديفيوجن اللي هي اقرب للفلير، ان هم عملوا مقارنة ما بين البي 1000 والبي 0 بنفس الفكرة برضو، ان احنا لو عندنا ان البي 0 ما كانش فيها سيجنال زي الفلير كده، في حين ان البي 1000 فيها سيجنال، ده معناه ان احنا خلال اول 4 ساعات، والعكس بالعكس لو بدا يبان سيجنال في البي 1000 مع الديفيوجن ويتد ايمجينج يبقى احنا غالبا هنا عدينا ال4 ساعات، وده الفلير برضه. يعني انت ممكن تستخدم يا الديفيوجن ويتد ايمجينج فلير مس ماتش او البي 0 بي 1000 مس ماتش عشان تقول يا ترى احنا خلال الاول 4 ساعات ولا لا. طبعا it goes without saying ان حضراتكم عارفين ان احنا عشان نقرا diffusion weighted imaging لازم نحط قصاده اللي هو الكمبيوترايزد ايمجز اللي بتطلع اللي هي بتاع الاي دي سي ماب، عشان نقول ان احنا عندنا restricted diffusion لازم تكون السيجنال برايت في الديفيوجن ويتد ايمجينج ودارك في الاي دي سي. ما عدا ذلك هيبقى عندنا مسميات اخرى كتير زي ما حضراتكم عارفين، التي 2 شاين ثرو افكت والتي 2 ووش اوت افكت والتي 2 بلاك اوت افكت اند سو اون. فاهم حاجه ان احنا نلاقي السيجنال برايت في الديفيوجن ويتد ايمجينج ولو في الاي دي سي ماب. دي الطريقه اللي احنا نقدر نقول بيها ان احنا عندنا ريستريكتد ديفيوجن. مع الوقت طبعا بيبتدي السيجنال بتبقى قليلة وبعد كده بتزيد، وبعد كده بيحصل اللي هو السودو نورماليزيشن، ان احنا ممكن نلاقي ان احنا عندنا السيجنال بدأت تقل في الديفيوجن ويتد ايمجينج ايفن ما فيش ريستريكشن، وممكن ليتر اون بقى ما يبقاش فيه ريستريكتد ديفيوجن خالص. اوكي، ده الفينومينا بتاعت الايه السودو نورماليزيشن، ان احنا بنوصل في مرحله اللي هو بعد من 10 ل 14 يوم ان ما يبقاش عندنا فيه ريستريكتد ديفيوجن، وبتبقى السيجنال كانها توتالي نورمال،
وما بيكتشفش الموضوع غير ان احنا احيانا بندي كونتراست نلاقي جايري فورم انهانسمنت بتاع السب اكيوت انفاركشن. ده الفينومينا بتاعت الايه السودو نورماليزيشن اند تي 2 فوجينج. بعد ما بنلاقي فيه انفاركشن بيبقى السؤال اللي حضرتك لازم تجاوب عليه هو التريتوري اللي عندنا ايه، هو which artery is involved. لطيف جدا، انا عامل عندي من الصور الجميله اللي موجوده على الراديوبيديا ديت، عامل بي دي اف بالتريتوريز عشان ما اقعدش اوجع قلبي. طبعا انا حافظ الاناتومي، ان ده ميدل سيريبرال وده انتيرو سيريبرال بوستيرو سيريبرال، بس حضراتكم تبص معايا كده، انا ببص على الماب واشوف الانفاركشن عندي فين واقدر اعرف انا بتعامل مع which territory. مثال هنا مثلا عندنا ده الانتيرو كورويدال ارتري تريتوري، وده ناس كتير ما بتاخدش بالها منه ان هو ده بي انفولف البوستيرو لامب انترنال كبسول، وبياخد معانا السينجلوم وبيبقى معانا الكورويد بليكسس وبياخد كمان ال الثلامو كابسولر ريجن، ممكن يبقى معانا البوستيرور اسبكت بتاع الهيبوكامبس وهكذا. زي ما حضراتكم شايفين كده انا ممكن اعرف which artery is affected، وده بيبقى مهم عشان وانا بدور على الارتريز اكونسنتريت اشوف مين اللي حصل فيه اوكلوجن او ستينوزس. اوكي، ده الايكا تريتوري، البازيلر ارتري تريتوري، البايكا تريتوري. اوكي، برضو ده بايكا تريتوري اللي بيدي لاترال ميدلري سيندروم. وتخلوا بال حضراتكم ان ما بين هذه التريتوريز عندنا البوردر زون او الووتر شيد انفرت، سواء ما بين الديب اللي هي بتبقى في الوايت ماتر هنا، او الكورتيكال اللي هي بتبقى مثلا ما بين الانتيرور والميدل او الميدل والبوستيرور، بالاضافه للسنترال بوردر زون انفرت. السيكونس الثاني اللي احنا بنعول عليه كثيرا في الام ار اي ان اكيوت اسكيميك ستروك هو الاس دبليو اي اللي هي سسبتابيلتي ويتد ايمجينج. هو سيمبلي ذا سيكونس بيكبر اي سسبتابيلتي ارتيفاكت، اللي هي السسبتابيلتي ارتيفاكت بتحصل نتيجه ان يبقى في تو تيشوز جنب بعض من ديفرنت ماجنتيزيشن، ولذلك هو it is very sensitive في ال detection of the intravascular venous deoxygenated blood, extravascular blood products, وال other causes of susceptibility زي الهيموسيدرين، فيرتين، كالسيوم، air tissue أو fat جوه ال البرين. الأجهزة الحديثة طوروا ال SWI وسموه ال SW انجيوجرافي او الاسوان، بدل الاس دبليو اي بقى اسمه الاسوان. بقى في مقدره كمان ان هو يديتكت الاكسجينيتد بلاد وذن ذا ارتريس، فبتدي برايت سيجنال. فصوره الاسوان ديت لما حضراتكم تبصوا عليها هتلاقوا فيه فوساي برايت وفوساي دارك. الفوساي الدارك ديت بتاعت الفينز والبرايت دي بتاعت الارتريس. افصلهم عن بعض ازاي؟ ان انا على الورك ستيشن لو عملت ماب maximum intensity projection هيقومات الفينز وتلاقوا ان الارتريز باينه برايت بالمنظر اللي حضراتكم شايفين عليه ده، والعكس لو عملت منب minimum intensity projection ده ساعتها هيأوجمنت الدارك سيجنال بتاعت الفينز وهيقومات خالص البرايت سيجنال بتاعت الارتريز، وبالتالي ممكن بالسيكونس ده roughly أكومنت على الارتريز. وطبعا بشوف اللي هو الهاي ريزولوشن فينوجرافي اللي احنا متعودين عليه لو عملت المينيمم انتنستي بروجكشن. كلمة بلومينج اللطيفة اللي احنا بنستخدمها في الاس دبليو اي هي فكرة ان هو الاس دبليو اي زي ما قلنا بي اوجمنت او بي اكزاجوريت او بي اكزاجوريت السايز of the susceptibility artifact. يعني حضراتكم لو بصيتوا هتلاقوا فيه هنا tiny focus of dark signal في T2 هو عمل لها augmentation. فأما كبرها بانت
ولذلك انت ما ينفعش تقيس سايز لليجن حصل له بلومينج في الاس دبليو اي، لانه ما هوش اكشوال سايز. وكلمه بلومينج ديت معناها بالظبط هي حاجه فوتوغرافيك، ان انت لو مسكت كاميرا وحاولت تصور الشمس، فطبعا هي ما بتبانش ساعتها ان هي الشمس الصغيره اللي احنا متعودين نشوفها في السايز في السماء كده، لا بيحصل ديستورشن وبلومينج في الصوره نتيجه الايه؟ الاوجمنتيشن اوف ذا سسبتبيلتي. فكلمه بلومينج جت من الكلمه دي. الاس دبليو اي او النسوان اهميته طبعا في حالات الانفاركشن ان انا اديتكت السيريبرال مايكرو بليدز، ايرلي هيموراجيك ترانسفورميشن، وده بيبقى مهم للكلينيشن. هل ممكن اقول له ان في عندك انترا فاسكولار كلوت؟ وده طبعا بيبقى مهم بالنسبه له لانه عاوز يعرف هي في اني حته في الارتري الكلوت دي موجوده فين، واللينث بتاعها اخباره ايه، وسام تايمز الكومبوزيشن بتاعها ايه. ومن الحاجات كمان المهمه وهنتكلم عليها في ساعتها ان الاس دبليو اي كان اسس ذا بنمبرا. اول حاجه زي ما قلت لحضراتكم ده مثال مثلا لاكيوت انفاركشن، لو بصيتوا في السي تي يعني مش هتقول ان في هنا هيموراجيك ترانسفورميشن، لكن الاس دبليو اي فيري نايسلي شوينج تايني فوساي اوف بلومينج، دليل ان هو بدا يحصل عندنا ايه ايرلي هيموراجيك ترانسفورميشن اوف ذس انفاركشن. ده بيبقى مهم برضو للكلينيشن ان هو يعرف عشان ما يتقلش ايده في الانتي كواجولانتس اند سو اون. الحاجة التانية ان حضرتك لازم تقول للكلينيشن الباك جراوند بتاع البرين ده ايه؟ هل في مايكرو بليدز ولا ما فيش؟ ولو في مايكرو بليدز هي بتاع كرونيك هايبرتنسيف الكيفالوباثي اللي احنا عارفين ان هي زي ما حضراتكم عارفين بت انفولف السنترال ريجن بيزال جانجليا برين ستام سيريبيلم از ويل از ذا بريفري، ولا بتاعه السيريبرال اميلويد انجيوباثي اللي هي بتبقى واخده جاست البريفرال زون بتاع البرين. وهم بيقال ان انت لو عندك مايكرو بليدز اكتر من 10 في العدد ده بيبقى احيانا كونترا انديكيشنز للتي بي اي او للانتي كواجولانت تريتمنت، اقل من 10 بيقولوا ان هي ممكن يبقى سيف ان انت تدي التريتمنت بتاع الانفاركشن التي بي اي وتبقى تدي انتي كواجولانت وانت ما انتش قلقان قوي. نمرة اتنين، حضرتك هتروح تجاوب على ايه اخبار الارترز، انت لقيت انفاركشن بتجاوب بعد كده اخبار الارترز ايه. عود حضرتك نفسك لما تلاقي في انفاركشن انك تروح تبص، خاصة الحاجات اللي هي سبلايد باي انترنال كاروتيد، بص على الانترنال كاروتيد ارتري في الكافيرنس ساينس وفي السكال بيز وايفن في الابر نيك. من الحاجات المهمة اللي انا متعود ان انا ابص عليها اقول ايه اخبار السيجنال فويد بتاع، هنا نورمال اهوت السيجنال فويد هنا از لوست، فده مهم ان انت تقول ان احنا ممكن يكون عندنا possibility ان يكون في الانترنال كاروتيد ارتري في ماركت ستينوزس اور اكلوجن ديو تو لوس اوف اتس سيجنال فويد. نفس الكلام لو حضراتكم بصيتوا عليه في الكرونال هنكونفيرم برضو ان هنا السيجنال فويد ما زالت كويسه، هنا السيجنال فويد از لوست. نمره 2 ان في كتير من الاحيان ان بيحصل dissection of the internal carotid artery at the skull base. بنشوف الديسكشن ازاي؟ ان احنا ممكن نلاقي البرايت سيجنال او الميورال هيماتوما اللي بتبقى موجوده او الثرومبس اللي بتبقى موجوده ممكن تدي برايت سيجنال في ال T1، وهنا زي ما حضراتكم شايفين هي البرايت سيجنال متشافه وعامله اكسنتريك ليومن هو اللي فيه السيجنال فويد. هنا بقى الـ SWI ليه رول غاية في الأهمية، إن أنت ممكن تشوف intra arterial blood clot، وده اللي يوازي الـ hyperdense middle cerebral artery sign أو الـ hyperdense sign في الـ basilar artery اللي إحنا متعودين إن إحنا نكومنت عليها في الـ CT. هي الفكرة إن الـ blood clot زي أي hemorrhage هيعمل blooming لأنه بقى في deoxyhemoglobin state. كلمة blooming ان هو ان الارتري هتحس ان هو بقى فيه دارك سيجنال و انلارجد، يعني ان هو مش مجرد ان هو حاجه رفيعه كده زي بقيه الارتريز، لا ان هو بقت اكبر من السايز النورمال بتاع الارتري. ده معناه ان في عندنا انترا ارتيريال بلاد كلوت،
ده مهم للكلينيشن زي ما قلنا لحضراتكم، لانه بيعوز يعرف هي البلاد كلوت موجوده فين، لو عاوز يدخل يعمل لها ميكانيكال ريتريفل واللينث بتاعها قد ايه اند سو اون. طيب من الحاجات التانية برضو اللي هو بنستخدم فيها الاسوان، زي ما حضراتكم شايفين هنا البوستيرو سيريبرال ارتري لونه ابيض، وهنا على نفس الكورس على الناحية التانية البوستيرو سيريبرال ارتري بقى لونه اسود، ده معناها ان احنا عندنا في بلاد كلوت او اوكلوجن للليفت بوستيرو سيريبرال ارتري، وحتى الانفاركشن واخد التريتوري بتاعه. برضو نفس الحكاية انك تلاقي سمول بلاد كلوت اهيت في الاس دبليو اي، وده الفيس سنسيتيف سيكونس بتاعه ان هي بلاد كلوت، زي ما حضراتكم شايفين هنا ده ليفت هاندد سيستم، فالبلاد كلوت باين اسود هنا along the course of the left middle cerebral artery، وهنا باين ان هو برايت والانفاركشن اهو، وطبعا باين في اوكلوجن هنا ل one of the branches of the left middle cerebral artery في الام ار اي. مرة تانية نفس المنظر برضو، ان احنا عندنا السوان اهو باين ان في بلاد كلوت اوكلودنج البي 2 سيجمنت بتاع الرايت بوستيريور سيريبرال ارتري، وده يعني كونفيرمد باي ذا ام ار اي. فزي ما قلت لحضراتكم لو انت عندك النسوان بتستخدم فكره ان الارترز بتبقى برايت، تعمل ماب وتمشي معاه، هتقدر تقول هل في حاجه قفلته ولا لا، وده بيبقى مفيد زي ما قلت لحضراتكم للفيزيشنز عشان يعرف البلاد كلوت موجوده فيه. ده مثال لطيف جدا، الانتيو سيريبرال ارتري واحد رايت واحد ليفت، هنا ابيض وهنا اسود، والام ار اي بيقول ان الليفت وان بقى اوكلودد، دي بلاد كلوت عملت بلومينج انسايد ذا انتيو سيريبرال ارتري. السيكونس طبعا اللي احنا متعودين عليه كتير قوي اللي هو الام ار اي تايم اوف فلايت ام ار اي، ده طبعا من الحاجات اللي احنا تربينا عليها وحافظينها، هو رائع جدا في البرين، بيجاوب على اسئله كتير، طبعا هو ليس بكفاءه السي تي اند جيوغرافي، لكنه بيجاوب على اسئله كتير جدا، وممكن يبين لنا سيجمنتس اوف ستينوزس اور اوكلوجن اند سو اون، والانيوريزمز والاي في ام، وطبعا ما بيحتاجش كونترست، وبنعمله ان ذا سيم سيتنج والعيان نايم على ترابيزه الام ار اي. هو ممتاز جدا في الانترا سيريبرال ارترز، لكن ان هو في الاكسترا كرينيال ما بيبقاش بكفاءه السي تي اي، لان بيبقى فيه الوت اوف ارتيفاكت البلسيشن ارتيفاكت اند سو اون. من عيوب التايم اوف فلايت ام ار اي هو الاوفر استيميشن للسيفيريتي بتاعه الاستينوزس، لان احنا بنعمل له ماب، في الماب دي بتوفر استيميت الديجري اوف استينوزس، لكن على الاقل بتقول ان في ستينوتك سيجمنت هنا، وانت تروح تعمل له يا دي اس اي يا سي تي اي عشان تكونفيرم الديجري اوف ستينوز، لكنه سيكونس بيستخدم وبكثره، وان لما بيبقى في ايد خبيره بيطلع منه معلومات قيمه للكلينيشنز. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للنيك، الام ار اي في النيك ما هواش بكفاءة ال CTA أو ال Contrast Enhanced MRA، لأن بيبقى فيه a lot of artifacts خاصة في الجزء اللي هو بتاع الأورطة نتيجة ال Pulsation وال Proximal Arteries، فأحيانا ما بنعرفش نكومنت، وزي ما قلت لحضراتكم إن أحيانا بيحصل ال Overestimation ل Degree of Stenosis. طبعا في ال Situation بتاعت ال Acute Ischemic Stroke ما بيبقاش عندنا الوقت إن احنا نعمل Contrast Enhanced MRA في النك، لكن لو طلب منك وعملت ام ار اي عادي، هو بيبقى على الاقل انك تقول هل الميجور ارتريز بيتنت، هل الاستينوزس شديد موجود ولا مايلد استينوزس، هم بيقدروا ان هم يتفهموا المعلومه القليله اللي رايحه لهم ديت عشان يبروسيد ل سي تي اي، ولا يدخل على طول يعمل انترفينشن اند سو. دي أمثلة للفاليو بتاعت الـ MRA Time of Flight Intracerebral، ده مثال لـ Left Internal Artery Occlusion، Internal Carotid Artery Occlusion، ده Right Vertebral Artery Occlusion، ده Basilar Artery Occlusion، هنا ده Left Middle Cerebral Artery Marked Stenosis Total Occlusion للـ M1 Segment على Left Side، هنا في للـ M2 M3 Junction حصل فيه occlusion.
ده مثال الـ anterior cerebral artery الـ AT segment occlusion، posterior cerebral artery B1 B2 occlusion. فالـ MRA من الحاجات المفيدة جدا اللي انت حضرتك بتجاوب على أسئلة كتير منها. وطبعا هي نصيحة هنا، انت ما بتبصش بس على الصور اللي هي reconstructed للماب، انت حضرتك على الورك ستيشن بتبص على السورس ايمج زي ما بتتعامل مع السي تي اي تماما. الحاجة التانية انك بنفسك تعمل ماب، ما تسيبش الفني هو اللي يعمله. نمرة ثلاثة، ان الفوليوم ريندرينج في الام ار اي بتاع البرين من الحاجات المهمة جدا، اللي هو بيخليك easily to detect aneurysms and to detect areas of stenosis خاصة في البرانشات البريفرال. فاحنا مش متعودين ان هما نبص على الفي ار بتاع الام ار اي، لكن انت على الورك ستيشن جرب كده ان انت اي حالة ام ار اي اعمل لها الفي ار، بتسهل لك كتير زي ما بتقعد تبص على حالات السي تي انجيوجرافي. نيجي نبص دلوقتي على اخر حاجه اللي هو البرفيوجن اند بنمبر، هما الاثنين مع بعض، هما الاخر تو بيز اللي هي البرفيوجن اند بنمبر. البرفيوجن ويتد ايمجينج اللي هو الكلاسيكال اللي احنا بنتعامل معاه، اللي هو الداينامكس سسبتابيليتي كونتراست، اللي هو احنا بنحقن جادولينيوم بولس وبنستنى ما يسمى بالفيرست باس اوف جادولينيوم ثرو ذا برين. فساعة هو ما بيعدي بالكونسنتريشن كبير بتاعه في البولس بتاعته جوه البرين، هو بيعمل مارك دروب اوف ذا تي 2 ستار سيجنال، وبالتالي بقدر اشوف ان هو ده الحته دي عدى فيها الكونتراست وقارنها بالحتت التانية. ميزه او اللي احنا بنعمله من الداينامكس سسبتابيلتي كونتراست ان احنا بنقدر نطلع كذا ماب مهمه جدا، اشهرهم طبعا السيريبرال بلاد فوليوم، السيريبرال بلاد فلو، المين ترانزنت تايمز، والتايم تو بيك. احنا بيوند ان احنا نتكلم يعني عن اهميه كل واحده فيهم، دي تبقى لها محاضره لوحدها، لكن رفلي كده هم دول الفور مابس اللي احنا بنحب نبص عليهم في حالات الانفاركشن. طيب الكور بتاع الانفاركشن اللي هي الحته اللي ماتت فعلا، اللي هي فيها ديفيوجن ريستريكشن، دي ديد سيريبرال سيلز، اوكي، دي بيبقى فيها ايه؟ ان الكور ده بيبقى فيه انكريزد المين ترانزنت تايم والتي ماكس، ماركت ديكريز في السيريبرال بلاد فلو، وماركت ديكريز في السيريبرال بلاد فوليوم. طيب في تيشوز حوالين الكور ده لسه ما حصلش فيها ريستريكتد ديفيوجن، لكنها تيشوز بدا يقل البلاد اللي رايح لها، واذا انا ما تدخلتش بتريتمنت التيشوز ديت هتموت هي كمان، والكور الصغير ده هيكبر وياخد الحتة دي كلها. دي بيسموها اللي هي البنمبرا او سلافاجبل تيشوز، ان ده تيشوز لو انت دخلت وفتحت له البلاد سبلاي كويس مش هيموت. ودي فكرة ان هو يدخل يعمل تي بي اي او ميكانيكال ريتريفال. ليه الحتة بتاعت البنمبرا ديت اللي هي المربع اللي هنا ده بيبقى فيها increased mean transit time والتي ماكس، moderately reduced cerebral blood flow، في حين ان هو الكور كان فيه ايه؟ markedly decreased cerebral blood flow. وال cerebral blood volume بقى بيبقى فيه near normal or increased cerebral blood volume. يعني ما تقارن حضرتك البنمبرا بالكور، عندنا market decrease في cerebral blood flow في حين ان هنا moderately reduced cerebral blood flow، هنا markedly decreased cerebral blood volume، وهنا normal أو increased cerebral blood volume. هما في السيتي perfusion بيجوا عاملين إيه؟ ياخد التو مابس بتاع cerebral blood volume والcerebral blood flow ويقارنهم ببعض، فما يلاقي إن cerebral blood flow اللي هو بيمثل البنمبرا والكور مع بعض أكبر من الاريا اللي فيها في الماب بتاعت السيريبرال بلاد فوليوم، ده معناه ان احنا عندنا ايه؟ بنمبر. طيب بالمنطق كده انا عندي حاجه تانية هنا بتوازي الكور في الام ار اي اللي هو ايه؟ الديفيوجن ويتد ايمجينج. فانا لو قارنت الديفيوجن ويتد ايمجينج
بالماب بتاعت السيريبرال بلاد فلو هقدر اطلع ما يسمى بالديفيوجن بيرفيوجن ميس ماتش، في بنمبرا ولا مفيش بنمبرا. زي ما حضراتكم شايفين الديفيوجن ويتد ايمجينج ده هيبين الكور بتاع الانفاركت، في حين ان البرفيوجن ويتد ايمجينج خاصه السيريبرال بلاد فلو هيبين الحته اللي مش رايح لها بلاد فلو كويس كلها على بعضها اللي هي بتشمل البرامبرا والكور. فلو لقينا ان الديفيوجن ويتد ايمجينج اصغر من البرفيوجن، من البرفيوجن ديفكت، ده معناه ما نسميه ان احنا عندنا بنمبرا، وده شخص ممكن ان هو يدخل ياخد تي بي اي ويستفيد منه، وابقى انا حافظت على بقيه الميدل سيريبرال ارتري تريتوري من ان هو يتحول كله لانفاركشن. طيب لو لقينا زي في الحاله دي كده ان الاريا بتاعت البرفيوجن ديفكت اللي فيها ريستريكتد ديفيوجن ويتد ايمجينج قد البرفيوجن ديفكت، ده معناها ان احنا ما عندناش بنمبرا، نو بنمبرا، والعيان ده ساعتها مش هيستفيد من التريتمنت لو اخده. دلوقتي الاجهزه الجديده فيها تكنيك اللي احنا بنسميه الارتيريال سبين ليبلينج، وده واحد من البرفيوجن تكنيكس اللي هو بروميسنج جدا ان هو يبقى ابليكابل. ميزته ان انا بقدر اعمل بيرفيوجن من غير ما احقن كونتراست. انتوا حضراتكم عارفين طبعا حكايه ان انا احقن كونتراست ديت بتزود تكلفه الفحص والعيانين اللي عندهم رينال امبيرمنت اند سو اون، فدي حاجه بروميسنج جدا ان انا اقدر ادخل اعمل ام ار بيرفيوجن، يبقى معايا بيرفيوجن داتا من غير ما احقن كونتراست. و سيكونس متوفر على الاجهزه الحديثه وخاصه على الحاجات الثلاثه تسلا. الارتيري سبين ليفلنج ما بيوفرش غير ماب واحد اللي هي بتاعه السيريبرال بلاد فلو، ولو تتذكروا زي ما شرحت لحضراتكم هي دي اللي مهمه بالنسبه لي، ان انا لو جبت الماب بتاعه السيريبرال بلاد فلو وقارنتها مع الديفيوجن ويتد ايمجينج هطلع البنمبرا بسهوله. دي مقارنة ما بين Dynamics Susceptibility Contrast و ASL almost المنظر المابس بتاعت Cerebral Blood Flow the same، يعني مفيش فرق كبير ما بينهم. ودي حالات احنا already عاملينها، ده infarction اكيد اهوت، ادي الكور بتاع الانفاركشن في restricted diffusion. اما رحنا عملنا له الارتيريال سبين ليبلنج بان ان احنا عندنا في decreased cerebral blood flow واخد الميدل سيريبرال ارتري تيريتوري كله وهو اكبر من الديفيوجن ديفكت، فاحنا عندنا هنا بنمبرا في ديفيوجن بيرفيوجن ميس ماتش، وبالتالي ان احنا عندنا العيان ده عنده بنمبرا ويقدر يستفيد من ان هو ياخد التريتمنت. ده زي ما حضراتكم شايفين. واستخدمنا الارتيريال سبين ليبلنج برضو في ان هم بيعملوا حاجه لطيفه جدا، ان هم بيعملوا ما يسمى بالمالتيبل ديلي في الارتيريال سبين ليبلنج، ان انا بعمل الديلي تايم ما بين الليبلنج والايمجنج باوقات مختلفه، 1.5 ثانيه وفي 2.5 ثانيه. ان هم يعني مثال هنا ان بان احنا عندنا في سيريبرال بلاد فلو ديكريس سيريبرال بلاد فلو واخد موست اوف ذا فرونتو بارايتال لوبس، لكن اما عملوا زودوا الديلي شويه بان ان في عندنا ارياز هنا بقت برايت فيها هايبر بيرفيوجن وهي بتعبر عن ادكويت كولاترالز. فبيستخدموا حكايه المالتيبل ديلي ارتيريال سبين ليبلنج ان هم يكومنت على الكولاترال افكسي او الكولاترالز اللي موجوده، هل دي هتدي هتفتح بعد كده وتقدر تدينا بيتر بروجنوزس ولا لا. فده من ضمن الاستخدامات اللطيفه قوي للارتيريال سبين ليبلنج اللي هو المالتيبل ديلي، وبيقدروا يعملوا سبتراكشن ويطلعوا الاريا اوف ذا كولاترالز قد ايه، ودي بتبقى مفيده قوي للكلينيشن خاصه للي عاوز يدخل يعمل اندوفاسكولار انترفنشن. طيب هل ممكن نستخدم الاس دبليو اي ان احنا نقول فيه بنمبرا ولا مفيش؟ ده ممكن طبعا يتعمل.
الفكرة بتاعته هي الآتي، إن إحنا الأريا بتاعة البنمبرا اللي هي سيريبرال بلاد فلو فيها أقل بس ما وصلش لدرجة الإنفاركشن، بيبقى كمية البلاد اللي رايح لها قليلة، فالتيشوز بتإكستراكت الأكسجين على قدر ما تستطيع من البلاد القليل اللي رايح، فيكون الفينوس ريتيرن اللي راجع من الحتة ديت مليان دي اوكسي هيموجلوبين بكثافة اعلى من النورمال، فما بيزيد الدي اوكسي هيموجلوبين فبيبان ان الفينز as if they are engorged او dilated او ان هي more prominent، وده اللي بيحصل بالظبط. يعني ده مثال لاريا هنا فيها سيريبرال بلاد فلو قليل قوي، والانفاركشن زي ما حضراتكم شايفين واخد الووتر شيد اريا، وكل ده اريا of سلافاجيبل تيشوز. لو بصيتوا على الام ار في هتلاقوا ان الفينز الكورتيكال فينز اللي هنا وحتى ايفن الميدلاري فينز زي ما هوري حضراتكم كمان شويه مور بروميننت. ف هو بيعمل ايه بالظبط؟ البنمبرا تيشو ان ذا فورم اوف بروميننت اسف دريننج كورتيكال فينز، وده بيسموه مور اوكسجين اكستراكشن فراكشن، او بيفسروه بالمور اوكسجين اكستراكشن فراكشن. لو حضرتك قارنتوا كده بالراحه هتلاقوا ان التيشوز الفينز اللي هنا مور بروميننت عن الفينز اللي هنا، ده بيسموها الاسيمتريك هايبو انتنس فينز. ده مثال تاني، البرفيوجن هنا اهوت اكبر من الديفيوجن ديفكتس، ولو بصيتوا فيري نايسلي شايفين الميدلري فينز هنا مقارنه بهنا مور بروميننت والكورتيكال فينز مور بروميننت، يا اما بيسموها الاسيمتريكال هايبو انتنس فينز او الاس دبليو اي براش ساين. تمام كده. طيب انا لو اتطلب مني ان انا اعمل بروتوكول للاكيوت سيريبرال انفاركشن على الجهاز عندي اعمل ايه؟ انا هختار ديفيوجن ويتد ايمجينج، فلير زائد او ناقص تي 1 ممكن استغنى عنه او ممكن اخليه في الاخر خالص، اس دبليو اي، MRA time of flight و arterial spin labeling. وكل دول هعملهم في الاكسيال، يعني نو نيد ان انا اعمل كورونال تي 2 كورونال تي 1 ساجد، يعني انا بما اني بتعامل مع حاله ستروك مش بدور على اجابه اسئله الاخرى، هو جايين يقولوا لي العيان ده سي في اس عاوزين ام ار يعني تعمل لي ام ار اي بروتوكول بتاع ستروك عشان نشوف هنعرف نعمل له ايه. كل السيكونسز دي هتجاوب على كل الاسئله اللي الكلينيشن عاوز يعرفها، زي ما قلنا نمره واحد التايم كلوك او التيشو كلوك، احنا في الاول 4 ساعات ولا لا، هنستخدم الديفيوجن فلير مس ماتش او البي 0 بي 1000 مس ماتش. نمره 2 السايز بتاع الانفاركشن اخباره ايه، وممكن كمان ان احنا على فكره نعمل نبقى نقول لحضراتكم مره اللي هي الاسبكت، ان احنا بنقول لهم الاسبكت سكور بيتعمل ازاي، نفس فكرة السي تي ابليكابل على الام ار اي. نمرة 2 هنقول لهم عندنا في ارتري مقفول ولا لا، نعمل الام ار اي ونستخدم الاس دبليو اي. في ايرلي هيموراجيك ترانسفورميشن بنستخدم الاس دبليو اي. في مايكرو بليدز ولا ما فيش مايكرو بليدز، ونعمل لهم الاي اس ال ونقول في بنمبرا ولا ما فيش بنمبرا، او ممكن نستخدم الـ SWI ونقول فيه بنمبرا ولا ما فيش بنمبرا. ولذلك دي تولز تحت ايدينا ممكن نستخدمها ونجاوب على كل الاسئله اللي هيسالها الكلينيشن. وفي النهايه زي ما قلت لحضراتكم الديفيوجن ويتد ايمجينج هو ده الجولدن سيكونس في الانفاركشن، اول 30 دقيقه بيبقى بوزيتيف. الديفيوجن ويتد ايمجينج فلير مس ماتش ده بيستخدم از تيشو كلوك، خاصة في الناس اللي هم بيصحوا ما احناش عارفين، يصحى الصبح كده عنده اسكيميك انفاركت احنا مش عارفين هو ابتدى الساعة كام.
SWI can detect early hemorrhagic transformation, microbleeds, intra-arterial thrombi, and penumbra. Time of flight MRA is efficient in assessing the intracranial arteries. هو صحيح مش زي السي تي اي لكنه مش ضعيف قوي. انت بتجاوب على اسئله كثيره جدا من الام ار اي. الاي اس ال والديناميك سسبتبيليتي كونتراست وخاصه الاي اس ال از ان كونتراست بيرفيوجن تكنيك ار فاليبل ان ديتكتنج ذا بيرفيوجن ديفيوجن ميس ماتش. بشكر حضراتكم جدا ويا رب اكون جاوبت على الاسئله اللي ممكن تدور في بال حضراتكم في خصوص هذا الموضوع، وألقاكم قريبا في محاضرة تانية إن شاء الله.